مظهور مشرف. طيب أبو فيصل، كيف تقرأ السيرة الذاتية لهذا المدرب إخوان أنطونيو بيتزي، المدرب الأرجنتيني اللي حقق بطولة كوبا أمريكا مع منتخب تشيلي الأخيرة، ووصيف أيضا بطولة القارات؟ طبعا فهد بلا شك، يعني تتكلم على سيرة ذاتية، أعتقد أنه سيرة ذاتية جيدة للمدرب، اختيار على بناء على السيرة الذاتية أعتقد أنه خيار موفق، خاصة أنه أشرت إلى نقطة مهمة أنه المدرب عمره يمكن 46 سنة وخاض 49 47 سنة، خاض تجارب كثيرة كلاعب 49 برضه 49 يا أبو فيصل مو فارقة على سنة ولا سنتين، لكن كبر صالح الدوري لكن بشكل عام انا خليني ارجع لتجربته كلاعب، يعني خاض العديد من التجارب مع عدد من الانديه المهمه صحيح. في اوروبا، بالتاكيد انه هذا يحسب للمدرب، لكن انا يمكن الشيء الابرز بالنسبه لي انه سرعه الاعلان التعاقد مع مدرب بديل لباوزا، يعني احنا كنا نتمنى، يمكن انا في حلقه سابقه وكنت مع ابو عبد الله في هذا الموضوع، انه الفتره ما كنا نتمنى تكون فتره طويله لاحلال البديل، اعتقد انه بديل في قامه السيد اخوان انطونيو بهذه الانجازات، تكلم على كوبا امريكا 2016 وصافت ايضا بطوله القارات، الانجازات اللي حققها مع نادي تشيلي، اعتقد انه انت لما تتكلم على سيرة ذاتية المدرب بشكل عام يعتبر جيد. أيضا نقطة مهمة أعتقد ويمكن شاهدتوها في الصورة، وجود سامي الجابر صحيح. كلاعب له خبرته وكان له تجارب في التدريب، أعتقد أنه كان في دراسة تامة لهذا الملف بشكل فايق، يعني واضح أنه طيب تم الاختيار بعناية. الآن ظهر معك على الصورة وفي الشاشة طبعا الآن السيرة الذاتية للمدرب الأرجنتيني السيد إخوان أنطونيو بيتزي، لعب مع فالنسيا وبرشلونة الأسباني في ريال وريفر البليت الأرجنتيني وبورتو البرتغالي، وكذلك أيضا لعب ومثل المنتخب الأسباني، يعني أيضا عنده جنسيتين. شوف النقطة الأخرى المهمة فهد، إنه هذا المدرب يعني طموح جديد بالنسبة له في كأس العالم، ما قاد أي منتخب في كأس العالم، أعتقد إنه لما يكون مدرب تكون أول تجربة له في كأس العالم قيادة منتخب في كأس العالم، هذا دافع كبير لهذا المدرب لتقديم الصورة الأفضل، يعني أنت أنا أتفق مع أبو عبد الله، ربما يكون الطموح اللي ذكره الأستاذ عادل عزت رئيس الاتحاد إنه وصول لدور الثمانية، أعتقد انه طموح مبالغ فيه، ولكن الواقعيه والعمل على حسب الامكانيات، شوف دائما احنا في كل مشجع تساله فهد عن اي حال اي فريق او منتخب دائما يقول لك انا حتى لو خسرت ابغى اخسر بشرف صحيح. يعني حتى المستويات انت ان تقدم الصوره الحسنه لك والظهور المشرف لك في بطوله كاس العالم، واقعيا ومنطقيا انت ما تقدر توصل لمراكز متقدمه، ولكن الاهم من هذا كله تشريف المملكه العربيه السعوديه في هذا المحفل الأهم على مستوى كرة القدم في العالم، أنك تظهر بالشكل الصحيح. المرحلة 6 شهور تقريبا باقية أو 7 شهور عن كأس العالم، أعتقد أنه فترة كافية المدرب يستطيع الوصول إلى التشكيل الأمثل والتعرف على الأسماء، ما نبغى تجربة يعني باوزة تتكرر في موضوع الاستكشاف والوقوف على أكثر من لاعبين طيب. أعتقد أنه في مساعدين وفي جهاز إداري في المنتخب بقيادة ماجد وعمر باخشوين قادرين على تقديم الصورة المناسبة والصورة الواضحة لإمكانيات اللاعب السعودي، والأهم من هذا كله فكر اللاعب السعودي اللي طيب. احنا نتمنى أن يتوافق مع المرحلة القادمة المهمة كمشروع للكرة السعودية في كأس العالم.